أسماء مرسلي، 35 سنة، أم لطفل. مساري الدراسي عندي بكالوريوس في إدارة الأعمال، تخصص المانجمنت لا جيستيون، ثم MBA في إدارة الأعمال كذلك، تخصص لي فينانس، المالية، لا جيستيون فينانسيير. هذا فيما يخص المجال المسار ديالي الدراسي. أما المسار العملي فاشتغلت في الأول المسار ديالي في شركة متعددة الجنسية، شركة أمريكية، وكان عندي واحد العمل اللي هو ريجيونال، يعني كان من بين المهام ديالي أنني كنقوم بجولات في المغرب، في المغرب الكبير، في الأوروب، باش ندير المهام ديالي. ثم من بعد هاد التجربة التحقت بالمقاولة المغربية في إطار اللي هي كتشتغل في إطار مجال التعليم المزدوج. اشتغلت كمسيرة في مدرسة خصوصية من 2010 إلى السنة الماضية، وهذا العام يعني حسيت بواحد الاستعداد وواحد النضوج، أن واحد النضج أنه عندي القدرة والإمكانيات الكافية أنني ننشأ المقاولة ديالي ونسيرها من البناء إلى النتيجة في آخر السنة الدراسية. الفكرة فهي فكرة قائمة بذاتها، لأنه هي مقاولة عائلية، وكانوا عندنا مدارس خصوصية في مدينة الدار البيضاء، والفكرة هي أننا نوسع المجال ديال الشغل ديالنا لمدن أخرى، ونطوروا من التجربة ديالنا. عندنا تجربة ديال 20 سنة وحنا في الميدان، يعني بغينا نجيو لمدن أخرى ونجيبوا الجديد، ونجيبوا واحد لو باتريمون، واحد لو كوميل، واحد هذا ديال التجربه ولو سافوار فير اي لو سافوار اتر في هذا الميدان اللي هو ميدان التعليم الخصوصي. هذه السنه الاولى، يعني يلا بدينا في هذا شهر تسعود، والحمد لله احنا دابا 30 عامله وعامل. واللي كيميز التعليم هو ان هاد الناس اللي معنا هما مدرسين واساتذه، يعني شباب مجازين اللي تخلقات لهم فرصه عمل في الميدان ديالهم. الوغ المقاوله ديالي بدات كتحقق النجاح من اول زبون تقفينا، وحتى عندنا أكثر حاجة عنده غالية اللي هو ولده. يعني هذا بالنسبة لنا هو أكبر نجاح، هو الثقة ديال الآباء وأمهات وأولياء التلاميذ اللي متمدرسين عندنا هذه السنة الدراسية فقط، لأن هذا هو النجاح الأول. ثم هذا النجاح فهو سيتكلل بنجاحات كثيرة، لأنه بدأت الخدمة، بدأوا الدروس، بدأت الوحدة الأولى، يعني غادي يبدأوا يشوفوا الثمار والنتائج ديال لا ديسيزيون، يعني القرار اللي خداو أنهم يدخلوا وليداتهم المدرسة يلا حلت. فهذا نجاح كبير والحمد لله. فضلت نكون مقاولة لأنني حسيت أنه عندي دي كومبيتونس
ماشي فقط دي كومبيتونس ولكن امكانيات انني نجاري او نسير مقاوله. اللي كيفكر بزاف في العراقيل ما عمره ما ينجح. يعني العراقيل فهما سي ان اكزرسيس، هو واحد التمرين في الحياه العراقيل. وصاحب المقاوله خاصو يكون عارف انه ضروري من العراقيل باش ينجح، لانهم هما اللي كيحفزوك انك كتقول راه غادي ننجح، راه غادي غنفوت هاد العراقيل وغادي انا قوى من هاد العراقيل، وعندي واحد الاراده اللي غادي تمكنني انني نتفوق على كاع العراقيل وندوزهم، وغادي يكونوا غير دو ليستوار بوم. قبل من المقاوله الواحد يكون عنده واحد الرؤيه اللي هي استباقيه، يعني الواحد ملي يكون في الثانوي التاهيلي يكون عارف راسو شنو باغي يدير، ويدير واحد الخطه عمل اللي غادي تمشي ليه في حياته. يعني هو يصيب اولا الشاب اولا الشابه يصيب لا كارير ديالو يحطها قدامه وهو باقي صغير، لان التخطيط هو واحد الشيء مهم في المقاوله. يعني الا ما خططتيش لحياتك راه ما يمكنش تخطط المقاوله. يحط الهدف قدامه ويشوف شنو هما لي زانغريديون، المقومات اللي خصهم ولا اللي خصهم يكونوا، اللي خصو يكتسبهم باش يبني هذا الحلم ديالو ديال انشاء مقاوله درجه درجه.